شعروا لعبوا حربوا حب عش حيابك عش عيشوا معنا قصة جديدة مع أمجد ولونا. هالمرة كان لازم أودعك، مشان هيك كتبت لك كل شي. كل هالعشر سنين وأنا حاسس إنه في شي ناقص. مو عشرة، 11 سنة. أنا اسمي عمار، عمري 29 سنة، دارس محاماة. أنا اسمي سمر، دارسة سكرتارية وإدارة أعمال، عمري 34 سنة. أنا من طول عمري بحلم أني أدرس طب بأمريكا، وكان بابا يشجعني أني أعمل دورات إنجليزي مشان وقت أخذ البكالوريا كون جاهز أني سافر وتابع دراستي هنيك. بمعهد الإنجليزي كانت هنيك سكرتيرة، أول ما شفتها كانت الأمور جدا طبيعية، عطيتها المعلومات عني مشان سجل، وبعد ما خلصت نسيت أخذ البرنامج، طلعت وراي وندهت لي باسمي. ما بعرف ليش قلبي صار يدق، ما بعرف شو حسيت، ما حسنت كتير اطلع بوجهها، وصرت كل ما اشوفها اتلبك، وهي كتير كانت تحاول تساعدني بالدروس اللي راحت علي، لانه وقت جي سجل كانت الدورة مبلشة من اسبوع. بعد ما خلصت دراستي بابا شغلني بمعهد تعليم اللغات عند رفيقه، وانا استلمت تنظيم الدورات. كنت كتير مبسوطة، خصوصا وقت ساعد الطلاب باي شي بيحتاجوا. وبيوم بيجي شاب بيسجل عنا بالمعهد، ما بعرف كان وشه كتير مألوف بالنسبة لإلي، ما بعرف كنت كمان حسه إنه بعرفه من زمان زمان كتير، ما بعرف ليش كنت هيك أتصرف معه بشكل مختلف عن كل الطلاب. سجلت وصرت داوم كل أسبوع مرتين، وكنت متمني داوم كل يوم بس مشان أشوفها لسمر. ما بعرف حسيت بشعور جواتي غير شكل، كان وجهها ما يروح من بالي، كان قلبي يدق واتلبك كل ما اشوفها. مره من المرات خلصت مدرسه وكنت حاسس حالي اني مشتاقه كتير، رحت نطرت على باب المعهد لتخلص وشفتها، وقت طلعت خبرتها اني انا مارر بالصدفه. حسيتها ما صدقت وعرفت اني جايه مشانها. صارت علاقتنا تتطور شوي شوي، وصرت كل يوم استناها لتخلص دوامها ونطلع مع بعض ونتمشى لحتى وصلها قريب من بيتها. حسيت لاول مره بالحب، حسيت بمعنى الحقيقي. لهلأ بتذكر أول يوم كان عنده درس، كنت عم راقب الوقت، كانت الدقيقة تمر ساعة، كنت اتلبك كتير وقت شوفه. وبيوم اجى على الدورة بدون ما يسلم علي، وقت طلع ما سلم علي كمان، اختنقت، حسيت بخنقة، اتضايقت كتير. بس بعد ما طلعوا الطلاب كلهم رجع لعندي، وقت شفته قلبي دق بسرعة بسرعة وفرحت كتير. طاري رجع مشان يسألني إذا كان بيقدر يكثف عدد أيام الدورة، حسيته رجع مشاني. ومن وقت ما رجع حسيت بالحب تجاهه، إنه أي حبيته، أي حبيت كل شي فيه. يمكن هذا الحب اللي بيسموه حب من أول نظرة. بتذكر أول مشوار طلعته معاها لسما، اطلع عليها شاب تطليعة، كتير اتضايقت وحسيت بالغيرة، وهي أول مرة بعرف هذا الإحساس. على قد ما بيوجع، على قد ما بيحسسك بحبك للشخص. كان كل شي حلو بعلاقتنا، وكنت فكر كيف بدي خلص بكالوريا بس مشان أروح أخطبها. كانت أحلى فترة بحياتي كلها إني جرب الحب، بس كان دائما في شي غصصني، هو فارق العمر. كنت أحكي لأختي اللي أصغر مني، بس دائما كانت تقلي مستحيل أهلك يوافقوا عليه، هو صغير أصغر منك بكتير، والمشوار قدامه لسه كتير طويل. وكل يوم تذكرني بفارق العمر وأنا غص. وبيوم دريت ماما بالقصة، دريت يعني بطريق الغلط، كانت عم تتسمع علينا أنا وأختي، كنا عم نصرخ على بعض. عمار اللي أنا بعشق، بحب كل تفاصيله، بحبه بكل أشكاله، بعصبيته، بجنانه، بحنانه، اكتشفوا أهلي
علاقتي فيه، اكتشفوا اني بحبه لعمار، وبلشوا بدون ما يحسسوني جهزوا لي فيزا لعند اختي بكندا وبعتوني لهنيك. بعتوني على اساس انه غير جو لبما تهدى الاوضاع، وقلت ما رح احسن وضعه لعمار، يلا كله شهر وبرجع، رح اترك له رسالة مع رفيقتي انه هو بيحب هيك شغلات رومانسية. لا ما رح ابعت له مسج، بس اللي عرفته بعدين انه اهلي نفوني وكان اخي مدبر لي عريس. سافرت سمر، تركت لي رسالة مع اختك كاتبة فيها: وداعا صديقي، انا وانت لا يحق لنا اكثر من صداقة، لهذا سأدعوك منذ اليوم صديقي، ومنذ اليوم ستكون الصداقة بالنسبة لي فوق كل شيء. هل قلت لك يوما أني أعتز وأفتخر بصداقتي معك؟ لا شك أنك ستفكر أنك ما زلت صغيرا حتى أفخر بصداقتك، فكر ما تشاء، لكني فخورة بك يا صديقي، فخورة كثيرا، كثيرة هي الأشياء التي سأقولها لك. عندما ستستلم رسالتي هذه سأكون على بعد آلاف الكيلومترات، ستمر الأيام وستذكرني رائحة عطرك بك، وستجعلني أشعرك قريبا. صديقي أنطق بها وأعرف أني فقدت القبلة الأولى التي كانت لك، ورجلي الأول الذي كنت أنت، وحبي الأول الذي ضاع قبل أن تنطق شفاهي هذه الكلمة. بعد ما سافرت سمر تعبت كتير واحترقت وحسيت حياتي انطفئت. بلش الوضع عندي بالبيت يصير صعب، خصوصا بعد ما صاب البابا جلطة دماغية. الظروف اللي صارت عنا بالعيلة اضطرتني اني ادرس محاماة، لانه ما بدها دوام وفيني اشتغل مشان ساعد اهل. بعد ما مرض ابي وتعب صرت انا المسؤول عن العيلة، وراحت كل احلامي وراحت معهم سمر. كان عندي خيارين، يا انتحر يا اتزوج مشان انسى عمار، واخترت اني اتزوج، وضليت سنة متزوجة واجاني ولد وسميته عمار. ما حسنت انساه، كان دايما بخيالي، وكنت دائما اسأل حالي يا ترى هلا شو بيكون عم بيعمل. ليوم خربطت باسمه مع زوجي وصارت مشكلة كتير كبيرة وطلقني. وقتها قررت اني ارجع انزل على سوريا، كانت بداية الثورة، قلت رح انزل لحتى اشوف عمار وقل له ما حسنت انساك. مرت الايام وتخرجت محامي وبلشت اشتغل. مع بداية شغلي بلشت الثورة بسوريا وبلش الوضع يتأزم، وكنت اقعد مع حالي احمد الله انه سمر برا البلد، هيك بكون مطمئن عليها. صاروا ينقوا علي اهلي انه تجوز وصار عمرك كبير، وانا بهديك الفترة كانت سمر ما عم تروح من بالي، قررت اني اتجوز بركي بنسى سمر. من وقت ما طارت الطيارة من امريكا وانا عم عد كل دقيقة لوصل فيها وشوف حبيبي، رحت لعنده على البيت، نطرته ليطلع، وكنت ادعي ما يكونوا غيروا بيتهم. طلع، ايه طلع، ايه والله هذا هو. قبل بيوم من عرسي بتصير سمر تخطر على بالي كتير، بطلع من باب بيتنا بشوفها واقفة تحت البناية. ما بعرف، ما فهمت، قلت يمكن لسه عم احلم. نادت لي وكان صوتها فيه جاذبية ما تغير، نفس الاحساس اللي حسيته من زمان، نفس دقات قلبي. رحنا قعدنا بنفس المطعم، نفس اللي كنا نقعد فيه، تذكرنا ايام زمان، كان كل شيء عم نحسه كأنه اول مرة. انصدم وقت اللي خبرته انه سميت ابني على اسمه، ومرق هذا اليوم واتفقنا اني اشوفه تاني يوم. بس تاني يوم ما حسنت، قمت بعثت له رسالة اني رح اسافر اليوم الساعة 4. هالمرة كان لازم ودعك، مشان هيك كتبت لك كل شيء. كل هالعشر سنين وانا حاسس انه في شيء ناقص. مو 10، 11 سنة. مظبوط، هذا كله لاني ما ودعتك. ما عاد نشوف بعض. ممكن تتكرر هاي الصدفة؟ بالحياة ما في صدف، كل شيء مكتوب.
سافرت مرة تانية وأخذت معها قلبي، أخذت معها قلبي وروحي، سافرت وما عادت ترجع. أنا متأكد، بس ليش؟ ليش ما أخذت وجعي معها؟ ليش راح هذا الشيء الحلو وضل الشيء البشع؟ ليش؟ في ستار الليل. عذرا سيدتي، هذا زمن لا يعرف معنى العشق، لا يعرف معنى الصدق، لا يعرف معنى الأشواق، يهزأ بالعشق وبالعشاق، زمن يستهزئ بالإنسان، بل يرمي كل معاني الحب الوردية خلف القبان، زمن يصلب فينا الصدق يعلمنا النسيان. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2015. عم تسمع راديو سوريالي على فكرة هذا مو راديو.